السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله يلقاكم مع هذا الفيديو بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا البنات، اليوم غادي نبداو هذا الطريس هذا. كما كتشوفوا ساهل زوين، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تفهموا الطريقه وكيفاش كنخدموا هذا الطريس هذا. تسناونا نرجعوا لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصيل. كما كتشوفوا معايا البنات، وما شاء الله غادي ندير واحد الطريس ساهل وبسيط ديال المبتدئات. يلا كيتعلموا راندا. بسم الله. طب الطريبه الاولى ثبت الخيط، ندخل هنايا رجع طب الضريبه الثانيه دريس ساهل وزوين. غادي ندور على البرا جوج نوبات، الخيط عندنا مبروم على ثلاثة، وغندير دابا ندير الحبكة. ديما هاد الطريس هدا كيجي زوين وساهل بسيط. كنضربونا في الاخر ديال هاد السنينه الاولى، وكنديروا الحبكه. درنا واحد جوج ثلاثه اربعه، وكنثبتوا الخيط في الثوب. الطريقه هذه الضربه الثانيه، كنجيو ما بين هاد الضريبات كنهز هاد الخيط، وكندورو الخيط على البرا جوج نوبات، طلعو الفوق، وكنجيو لنفس البلاصه كنضربو فيها. نضربو في الثوب، هاد الضريس هذا ساهل وزوين. كنهزو الترويس هذا كتشوفو، نديرو الحبكة. كنجيو لهاديك الضريبة اللولة اللي درنا ما بين، نديرو الحبكة الثانية، الثالثة، الرابعة. الضريبة الثانية زاد الخويط هذا اللي كيبان هنا،
دوروا الخيط على البره، دوروا الخيط على البره جوج نوبات، وكنعاودو نضربو في نفس البلاصه، نضربو في الثوب، نجيو بين هاد الضريبات هادو، دورو الخيط جوج نوبات على البره، نهزو هاد الرويس هادا ديال الحبكة، نستمر على الطريقة هادي تا كنكملو. كيما شتو راه خدمة سهلة، ديرو الحبكة ندورو على البرا جوج نوبات كيما كتشوفو معايا، وفي نفس البلاصة اللي ضربنا فيها كنضربو ونخليو الخيط داير دائرة هكا، ندوزو البرا في وسط منو باش كيرجع لينا الخيط لهاد الجهة. نديرو ضربة في التوب، وكنجيو هنايا ما بين هاد الخيط هذا كنهزوه، نجيو هاد الخويط وكندورو الخيط على البرا ثاني جوج نوبات، الرويس ديال الضريبات، دورو الخيط على البرا جوج نوبات، نزرعو الفوق وكنديرو الحبكة، كنجيو لهاد البليصة هادي وكنحبكو بعض المرات، ديرو واحد جوج. هاد الحبكة سهلة وزوينة للمبتدئة يبغو ديرها في جلابة ولا قفطان، هاد الضريس هدا ساهل وزوين. دار في جلابة ولا قفطان، درنا الضربة الأولى، الثانية نهزو هاد الخويط هدا، نتمنى تكون الخدمة واضحة ليكم. كنحاول نبسط باش تجيكم هاد الخدمة سهلة. ديرو الضربة الثانية، نزاد الخويط هذا، الخيط كيما العادة على البرا جوج نوبات، نهزو هاد سيد الرويس هذا، ديرو الحبكة، ديما ما كنبغيو نديرو الحبكة كنردو الخيط، كيكون الخيط الفوق كنردوه لهاد الجهة، كنردوه على اليسار، وكنحبكو أربعة د المرات بهاد اللولة باش كيجيونا بحال بحال، باش كيجينا دريس بحال بحال. جوج، حاولوا ما نزيروش باش ما باش يكون الحبك واقف. أربعة، كملوا الرابعة وكنضربوا في التوب، هذا جوج، وكنهزو هاد الخويط هذا، ضرب في التوب، ديروا الحبكة،
جوج ثلاثة أربعة وغادي نضرب في التوب واحد جوج الضربة الثانية كنجي لهاد الخويط هذا كندورو الخيط على البرا جوج نوبات كنعاودو في نفس الضربة اللي ضربناها كنعاودو نضربو ضربة أخرى وكندوز الخيط من وسط كندوز البرا من وسط الخيط ضربو في التوب دزو هاد الخويط تاني كيما هدا دورو جوج نوكات على البرا كنهزو هاد الراس هدا هاد العوينة هادي كنهزو هاد العوينة هادي ندورو الخيط جوج نوبات ونجرو الفوق دير الحبكة الحبكه كنحاولوا ما كنزيروش كن شويه باش كتجي الخدمه زوينه ومتقونه ثلاثه اربعه ضربه في التوب ديروا الحبكة جوج ثلاثة أربعة ديروا في التوب جوج هزو هاد الطريبة هادي لي مابين هاد الطريبات لي في التوب واحد جوج الحبكة الثانية الثالثة الحبكة الرابعة نضربها في التوب البنات سمحوا لي واخا طولت عليكم بغيتكم غير باش تفهموا نفس الخدمة عاودتها كما كتشوفوها من الاول بغيتكم غير باش تفهموها ضربنا الضريبة الاولى في التوب الضريبة الثانية بغيتكم غير باش تشدوها مزيان نزو هاد الخويط هذا واحد جوج ديرو طريبة في التوب واحد جوج نزو هاد العوينة هادي للفوق ونديرو الحبكة واحد جوج ثلاثة أربعة ونضربه في التوب
نتمنى تكون الخدمه واضحه لكم، كتشوفوا معايا الخدمه سهله وبسيطه، نتمنى تكون واضحه وتعجبكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو البنات، نتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.